بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. صح عيدكم، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. صح العيد نوان، إن شاء الله عيد ثمر فوح. أسأل الله عز وجل أن يعيد هذا العيد على أمتنا وعلى الأسرة البشرية قاطبة بالخير واليمن والبركات. العيد بين الألم والأمل. أيها الإخوة الكرام، أخواتي الكريمات، نشهد هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، في ظروف صعبة، في ظروف انتشر فيها الوباء الذي زلزل النفوس وزلزل المجتمعات وزلزل اقتصاديات العالم. هذه ظروف نعيشها مع عيد الأضحى المبارك. هذا ألم، ولكن في عمق الألم أمل. أيث مثلا في استماثين أن تذير ذي العيد ثم قرانت ذي ظروف وعرا، ظروف قريحا، أشحال قمذني قموثا، شحال بوكاذا عزيزني غيتجاند في اللسن يعفو ربي، شحال موضان اكتيديرن دي سفيطراثنا دي خامن، انتيدير ظروفي وعرنا طاس، قسيحنا طاس، ولكن مرحبا استكشي ربي، إلا قنسعو دايما لفذا حسن الظن بالله، إلا قنزر ضربي كتدبيرا، غاس لعف ذي تحبير، ولكن ربي يتدبير. أطاس غريفان اكتيديرن ذي الغرفة فاعذن في مولان. ظروف قصيح سواطاس وعريض سواطاس، ولكن غاس أين تيدير قريح، ولكن إلا قنسعون والسيرم، إلا قنتشار ولون النغ ذا السيرم ذي ربي سبحانه، وانت يزمر ذي رفذ البلا أذي رحمة ربي ثم زورا أذي سعد ثين قورا ربي يزمر ذي قوالي سيناد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألفنا في عيد الأضحى أن يجتمع الناس على الأضحية، أن يفرح الناس ويتغافر الناس. هذه مشاهد طيبة، هذه صور جميلة كنا نعيشها في أعيادنا السابقة، من خلال تعظيمنا لشعيرة الله، من خلال تعظيمنا لشعائر الله، من خلال تمثلنا لقيمنا وعاداتنا وأعرافنا الأصيلة التي تجمل العيد. هكذا كنا نعيش، ولكن ظروف هذا العيد هي ظروف أخرى. لا بد أن نتكيف مع الأوضاع، لا بد أن نتناغم وننسجم مع أقدار الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن به جل جلاله، وهو قادر على أن يغير حالنا إلى أحسن حال. نقول فيث مثلا في استماثين أن سعد ديلع وشار، أن سعد ديلع يوذاث العيثم قرانت، يعني تسمين يمذانان ما روحنا زلون الأضحية ذي قرذان درش مشطاح ذي مقرانان ذي رقازان الخير الفاح الشبح تولوين الشبح لعيودة النغ شبحان سواطاس سمغافرني مذانان زيارات الخير الفاح ما شاء الله. أين كنت تذير نطف ذيث جديث يرنان في كان غزال إث شرعيث، ولكن سقوسا تذير ذي الظروف وعرن سواطاس. إلا قنا من ربي ولا قنا حمد ربي علم كل حال غاس نتسذير ذقيني قريحا قصيحا، ولكن إلا قنسع والسيرم إلا قنشار ولو نغ ذا السيرم، وربي يزمر إن شاء الله هدي يسواس سعد دي العيوذة في الهان أذي رحمة ربي ثيم زورا يسعد
ثين قرى الحياة ألم يخفيه أمل وأمل يحققه عمل وعمل يفنيه أجل وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. صح عيدكم، وأسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. صح العيد الوان، صح عيدكم، عيدكم مبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.